بقول لعبد المنعم ابو الفتوح لا تصانح، لا مصالحه، لا لقاء ولا التقاء بين من رفعوا السلاح، بين من اصابوا، بين من قتلوا، بين من روعوا، وبين هذه الدوله النبيله المحترمه. يبقى عبد المنعم ابو الفتوح رجع من المانيا باجنده محدده وباسماء محدده وبتكليفات محدده، ونحن لها بالمرصاد بنقول لا تصالح، لا تصالح. اللي بيحصل في الخفاء هناك في المانيا وفي انجلترا مرصود ومعروف، والدوله اجهزتها عارفه كافه التفاصيل. مفيش حد يقدر يلعب، مفيش حد هيقدر يلعب على الاطلاق. ابو الفتوح لما يسافر وبيقول قال اسماء تاني، اقول اسماء تاني مهم جدا، يبقى هو قال لي بديع، حظا يا بديع، حظا يا مولانا، حظا يا فضيله الشيخ. ليه؟ هيجيب المستشار طارق البشري واحمد مكي، محمود مكي، يحيى الدكروري، ويعملوا لجنه كده وابو الفتوح عشان يبداوا يتواصلوا بقى ونشتغل تاني بقى نلعب سياسه.